والد لاعبنا ونجمنا المحترم محمد النني. كابتن ناصر، اولا مبروك النهارده لمنتخبنا. مبروك محمد، النهارده هو نجم المباراه النهارده. الحمد لله، مبروك لضغط وشعب مصر، مبروك للسيد الرئيس طبعا. دي حاجه يعني النهارده اثبتهم ان هم رجاله فعلا. نعم صح، يعني الجول اثبتهم ان هم رجاله وقد المسؤوليه، والنهارده شعب مصر كله النهارده بيدعي يقول النهارده ربنا كرمنا النهارده بمجهودهم كلهم النهارده والله كده. كابتن ناصر، زي ما بقول كده، الانتقاد ادى لنتيجه ايجابيه النهارده، يعني كان في انتقاد للعيبه وانتقاد للنني وانتقاد لصلاح وانتقاد للمنتخب بشكل عام، لانه احنا عايزين الروح اللي كانت موجوده النهارده تبقى موجوده، ولكن رجعت الروح النهارده. كان محمد بيكلمك، بيكلم حضرتك، بيبقى متضايق او كده؟ الحمد لله انت ما تزعلش. محمد متعود تماما على المطبخ. يعني ناس كتير بتنقل وربنا في الوسط، يعني ده ماتش كامر وحضرتك كلمتني فيها. ايوه انا رب الحمد لله محمد بن بتاع الماتش، هو بيحب الماتش، هو العيب وصلاح وتريزيجيه كل الناس المحترمين دول عايزين يثبتوا حاجه للناس كلها. نعم، مش جايين عشان يطلعوا ولا محمد صلاح ومين كله، هم فرحانين هم بيلعبوا على مستوى مصر. طيب كابتن ناصر، هنرجع لحضرتك تاني، انه التليفون يعني الصوت مش واضح قوي، هنرجع لحضرتك مره تانية. كابتن ناصر النني والد كابتن محمد النني اللي قدامكم، اللي هو رجل المباراه النهارده. محمد النني النهارده يعني زي ما بقول كده كان لانه كان السيطره على منتصف الملعب، كان كلمه السر النهارده، كان ليه دور كبير مع كل المنتخب وكل الرجاله النهارده. الاداء النهارده مختلف، وعشان كده بقول لحضراتكم الروح النهارده لما بترجع لمنتخبنا بنحقق اللي احنا عايزينه. الناس النهارده سعادتها بالفوز، ولكن السعاده الاكتر لينا كلنا ان المنتخب النهارده رجع، بقى في كوره، بقى في بيلاقوا بعض، شايفين بعض، يعني في كوره واحد كذا رايح جاي، بتروح للجون الخصم، بتشوط على جون الخصم، مش هايب الموقف. صلاح بيرجع بيغير مكانه، نني بيغير مكانه، مرموش بيغير مكانه، تريزيجيه لما نزل، مصطفى محمد، حجازي، طبعا كمال عمر، كمال عبد المنعم، كل اللعيبه النهارده، عمرو السوليه، مفيش حد النهارده الا وانت تتكلم عنه. ونرجع مره تانيه للكابتن ناصر، كلمت محمد بعد الماتش النهارده؟ كابتن ناصر، الو كابتن ناصر، رجع لنا، هل الصوت موجود؟ طيب، واضح انه في مشكله. بشكرك كابتن ناصر انني بشكرك شكرا جزيلا. زي ما بقول كده منتخبنا الوطني نرجع مره ثانيه. كابتن ناصر، رجعت لنا حبيبي اصلاح، اتفضل. هل كلمت محمد بعد الماتش؟ لا يعني انا لسه اكلمه دلوقتي، بس يعني على طول بتكلمه على طول، يعني بعد كل ماتش والكلام ده وجدعانه، وهتاخد البطوله باذن الله. كده يعني الكلام ده عطل معاه باذن الله. يعني مره ثانيه اللي هو يعني بيقول لحضرتك ان احنا كلنا مستنين من محمد وكل الرجاله البطوله، ده اللي احنا منتظرينه، يصلحونا بهذه البطوله باذن الله. والله باذن الله والله هم قدموا عقد النهارده، كل الناس كلها احنا موجودين، واحنا باذن الله باذن الله نوصل كاس العالم كمان باذن الله. يا رب نخلص افريقيا ونرجع بافريقيا وبعدين نتكلم كاس العالم يا رب باذن الله. ومحمد من الرجاله كمان في الملعب. الله يكرمك والله، يعني الناس النهارده بصراحه، او محمد النهارده يعني النهارده بيعمل مجهود خير عادي. صح، النهارده محمد صلاح بيعمل مجهود غير عادي. صح، محمد عبد المنعم، كل الفرقه النهارده بصراحه فتوح بيلعب على احسن لعيب في العالم. النهارده مقفوا ومحجمه حمدي فتحي وسليه، ويعني لعيبه النهارده بصراحه يعني دلوقتي ان هم او احسن في العالم كمان باذن الله ان شاء الله. وهو ده اللي احنا عايزينه كابتن ناصر، وبلغ تحياتنا لكابتن محمد وبارك لنا ليه، وقول له بقى منتظرينه بقى الماتش جاي مع الرجاله كلهم باذن الله. باذن الله يا حبيبي. شكرا كابتن ناصر النني، بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه.
هنطلع فاصل.